عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب، الحمد لله يا شيخ، وانت كيفك؟ انت طلعت معي قبل كده ورأيتك، صح؟ نعم، عشان مشاكل الركب كنت طلعت طيب، معك. ركبك خفت؟ خفت الحمد لله، مش زي الأول الحمد لله. لا، احنا مش عايزين مش زي الاول، ما احناش عايزين يكون في الم نهائيا. في الم في ركبك؟ لا مش ألم، بس بحس يعني شد؟ خمول شديد في جسمي، تمام. وكمان كنت كان عندي تجشؤ كثير ودوخة، واستفرغت أشياء سوداء. ما شاء الله، استفرغتها انت بعد الركبة بتاعتي ولا لوحدك؟ لا بس بعد، ما شاء الله، استفرغت اشياء سوداء. لأنه كان عندي مشكل في المعدة، وكنت بتجشع كثير، وبعد تمام، الرؤية حسيت باستفراغ وحدي، ما شاء الله. انت استفرغت أشياء سوداء هيك. طيب، يعني الاشياء السوداء ديت عبارة عن خيوط، فيها خيوط، فيها ورق، فيها حاجة؟ حاجات لزجة وحاجات قطع سوداء. تمام. طيب، نعم، وبعد الترجيع ده انت ما فقتش؟ حسيت بتعب شديد وخمول شديد وآلام بين الأكتاف في الظهر وأسفل فنمت. الظهر وأسفل الظهر وكتمة في الصدر ودوخة. طيب، ولما بخرج يعني للمسجد بحس يعني بتعب شديد، ما يعني قواية، ما عنديش قوة. ماشي. طب انت بتصلي في المسجد ولا خارج المسجد؟ لا الحمد لله، طيب، بقيت أجاهد عشان أروح المسجد. بس كده. ربنا بيقول ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى سيهديك الى سبيل الرشاد. واذا هداك الله جل وعلا فمعناته انك انت هتتغلب على جميع المصاعب اللي موجوده عندك. فانت دلوقتي ذكرتني ان جسمك بس هو فيه مساله شويه خمول عندك خمول وشويه يعني عدم قدره على الحركه، صحيح؟ ودوخة وعدم القدرة على أداء أي نشاط بدني. تمام. الحاجات دي جات لك بقالها قد ايه؟ كانت عندي تقريبا بقالها الشهر كده، والأيام الأخيرة يعني كتير مش زي الأول. كتير. خفت ما يعني. بقيت أستطيع أتمرن، ما بقيت أستطيع أروح للشغل، ما بقيت أستطيع أعمل ولا أي حاجة. لما أخرج أقضي مصالحي يعني بالعافية كده، أحس بنفسي أوقع يعني برا. طيب، ويعني انت لحد دلوقتي دي المشكلة اللي موجودة عندك، صح؟ هذه المشكلة أثرت على حياتي وعلى شغلي وعلى كل شيء، يعني طيب، ما انت بقيت بقالك أستطيع الحمد أشتغل لله. ولا أي الحمد حاجة. لله. انت مش ملاحظ ان المشكلة يعني ما تجاوزتش الشهر؟ يعني نعم الحمد لله ان انت لحقتها في البداية، ثم ان انت يعني كراجل انت طلعت السحر من معدتك لما رجعت بعد المرة الاولى لما قرأت عليك. نعم فمعناته انك انت يعني كل اللي عندك ديت عبارة عن شوائب، والشوائب ديت هتخلص منها الان. لكن ان اهم نعم حاجة عندي صلاة الفجر في المسجد، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ومن صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله فلا يطلبه شيء. فاحنا عايزين انك انت تكون في ذمه الله دايما، ولما تكون في ذمه الله ما يستطيعش اي شيطان ان هو يجرب لك. وكل انسان مسحور لو صلى الفجر في المسجد والتزم بالصلوات المفروضه في قلب المسجد، مما لا شك فيه ان هو بيهزم السحر اللي موجود جواه. لكن بالنسبه لموضوع التعب اللي موجود في جسمك، قول يا سيدي الكريم، غمض عينك كده. شيخ، أنا في المسجد سألت الإمام بتاعنا، قلت له على الأعراض وكذا، قلت له أني لما بخرج من البيت أحس نفسي واحد ثاني، ولما أدخل للبيت أحس نفسي هادي شوي، بس برا ما بستطيع أعمل ولا أي حاجة والأعراض كلها. قال لي سواء كان سحر عندك مأكول وعندك يعني مرشوش، يعني عديت على سحر أو شيء من كذا أو عين. طيب ماشي، أنا غمض لي عينك، أنا غمض لي عينك. قلت لك المشاكل كلها اللي عندي، الرأس تمام والعينين تمام والظهر بين الأكتاف وأسفل الظهر والرجلين، وتعب شديد في الجسم كله. طيب، قول بسم الله. بسم الله. هي مطرت عندكم في المغرب ولا لسه؟ المطر كان من يومين، اليوم لا. طيب، إذا مطرت عندك في المغرب، تمام، نعم. انت ساكن في بيت ولا ساكن في شقه؟ لا عندنا بيت بتاعنا. اطلع فوق السطح، تمام، ايوه ما تخليش حد يشوفك، خلي عندك مثلا يعني اي لبس داخلي بس يستر عورتك. وقف تحت المطر خليه يغسلك، تمام، وقف تحت المطر ايا كانت شده المطر، لان ربنا اصلا بيقول ايه؟ مطر. لان ماء المطر بيكون حديث عهد بالله جل وعلا، فاذا نزل على الجسد يعني سبحان الله خرج منه كل الشياطين ورفع عنه الرجس.
ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فانت لما انت تقف يبقى نيتك ان ربنا يطهرك من اي عين، من اي اذى. غمض عينك يا سيد الكريم. يا بسم الله. اول حاجه في المنطقه اللي عندك بين اكتافك هتبص تلاقي ان في بروده ابتدت فيها الان، صحيح؟ ايوه وفي المنطقه عندك اللي في الركب هتبص تلاقي ان فيها نبض. ايوه بحس بحاجة كده في ركبي. تمام. وفي نفس الوقت برضو هتلاقي عندك اسفل الظهر كان في حاجه بتشكك في ظهرك او حاجه بتضغط على ظهرك الان، صحيح؟ لا اسفل ظهري لا. طيب في اللحظه اللي انا بكلمك فيها ديت هتلاقي ان في نغز في اسفل ظهرك. خفيف. طيب قل امنت بالله وحده آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالحي الذي لا يموت. واعتصمت بالحي الذي لا يموت. بص يا سيدي، حسبي الله ونعم الوكيل. غمض عينك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي حد بيعاني من آلام في الأكتاف، آلام في الركب، آلام في المفاصل، آلام أسفل الظهر، يغمض عينه. بعد ما ننتهي من الآيات اللي أنا هقرأها ديت هتلاقي الآلام اللي عندك اختفت. فغمض عينك واكتب لنا بسم الله، تمام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، تحس إن في نار بتخش على جسمك، صح؟ وأنت مغمض. بحس ببرودة في يدي وفي رجلي وفي جسمي كله وتجشع قليلا. طيب ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقيل ادعوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ويكون سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بطنك منفوخ الآن، صح؟ منفوخة كتير والمعدة بتوجعني وتشجع. طيب مع جنبك مية ولا ما جنبكش مية؟ قنينة. قنينة. طيب خلي المية جنبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أجورهم وهم، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يدمر هذا السحر الآن. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شايف الماء اللي جنبك؟ امسكها اشربها وقول بسم الله. بسم الله. تحس ان الميه مسكره صح؟ قول بسم الله وكمل. قول بسم الله تاني. بسم الله. كل اللي بيسمعني يقول امين يا شباب. اللهم اشف عبدك ينكع عدوك ويمشي الى صلاه. اللهم اشف عبدك ينكع عدوك ويمشي الى صلاه. اللهم اشف عبدك ينكع عدوك ويمشي الى صلاه. اللهم اشف عبدك ينكع عدوك ويصلوا لك في مسجدك. اللهم اشف عبدك ينكع عدوك ويمشي في جنازه. اللهم اشف عبدك ينكع عدوك ويتصدق يا كريم. اللهم اشف عبدك ينكع عدوك ويكون داعيا اليك. قل بسم الله. بسم الله. قم حرك جسمك، مش هتلاقي فيه الم ان شاء الرحمن. لما شربت الميه ديك وقتي جاتني رعشه كبيره. طيب جات لك رعشه كبيره لما شربت الميه؟ طيب الحمد لله. قوم بس كده وقول بسم الله وقوم حرك جسمك. راحت الآلام اللي كانت موجودة في جسمك صحيح؟ ايوه طاري من اسفل الحمد لله. وكتافك راحت الآلام اللي فيها؟ لسه بين كتافي شوي متشنج وهنا في المنطقة دي وكتمة في الصدر. طيب بص في المكان ده عندي كده، في الآن كهرباء بين كتافك صح؟ لا طيب حرك كتفك مش هتلاقي فيها ألم صحيح؟ راح الألم. الحمد لله. طيب بالنسبة للوجع اللي هنا، قول هنا قول بسم الله وانظر هنا، في بسم شد الله. عندك الآن في الجبهة صح؟ في شد في جبهتك صح؟ شوي. طيب قول بسم الله كمان. بسم الله. طيب حرك جبهتك مش هتلاقي فيها ألم.
انتهى خلاص عزيزي. نعم أبيك إنك أنت تصلي جميع الصلوات في المسجد وباشر حياتك، ما عاد عندك أي مشكلة نهائيا، وتابع معايا دايما وخش معانا في الجروب اللي احنا عاملينه عشان تكون دايما على تواصل معانا، تمام؟ وحاول إنك أنت تكون متفاعل معانا، وإن شاء الرحمن إذا في أي شيء تواصل معي مرة ثانية، لكن باشر حياتك واخرج، روح المسجد، روح شغلك، ما راح تلقى أي شيء. خلاص، إن شاء الله أحاول. ما فيش حسمها حاجة، هتحاول يا حبيبي. لا انت مش المسجد، أحاول يعني أعيش ما فيش حياتي. حاجه اسمها يا سيدي الكريم، ما فيش حاجه اسمها حاول، قوم حرك جسمك، ما فيهوش اي حاجه من اللي انت كلمتني عليها، لا في الام في الاكتاف، لا في الام في الركب، لا في الام في المفاصل، لا في تجل في الراس، لا في تجل في جسمك، كل جسمك خفيف، فلا توهم نفسك وروح يا حبيبي صلي. الشيطان عايز يركب، انت تركب على الشيطان ومشيه. تركب على الشيطان ازاي؟ ان انا مثلا بيمنعني ان انا امشي، امشي، قول بسم الله واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله ولا تعجز، عارف يعني ولا تعجز؟ استعن بالله وانت مش هتعجز، لو قلت استعنت بك يا رب وتوكلت على الله لا تعجز، يعني مش ما فيش امر هيقف في وشك. خلاص، نعم إن شاء الله يا بارك شيخ، الله فيك، إن شرفت شاء الله. بيك، بارك الله فيك يا شيخ، وشكرا، شكرا والله، شكرا من منور الله، منور. شكرا.